فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول: عندي أخ شقيق لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمور، ونصحته على أن يبعد عن هذا ويصوم ويصلي لكنه لم يوافق، فهل له علي حق المودة والمحبة أم يلزمني البعد عنها؟ أفيدوني أفادكم الله. يقول الله في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى آخر الآية. لكن أنصحك أن لا تيأس من نصحه، من هدايته، وأن لا تكف عن نصحه، وأن لا تدع إرشاده وتوجيهه، فلعل الله جل وعلا أن يوقظ ضميره وأن يحيي قلبه، ولعلك تكون أثرا في ذلك، فهدايته على يديك خير عظيم لك، والله أعلم. بارك الله فيكم.